مصطفى حسين خليل صديقي العزيز جه معانا عشان بحب ادردك في موضوع المدرب وانا مع مصطفى. يعني انا بيعجبني دماغ مصطفى في التفكير في الحدوته دي وانا بحب ادردش معاه. يا مصطفى ازيك؟ ازيك يا استاذ ناصر؟ برحب بيك وبرحب بكل الساده المتابعين لمع حضرتك. طيب بص يا سيدي، النهارده عندي معلومتين جداد، فخلينا ندردش كده سوا مع الناس ونمخمخ مع بعضينا ونشوف الدنيا فيها ايه. اول معلومه، عشان احنا بس قلنا انا وانت للناس ان الاعلان هيكون بعد بيراميدز، صح كده؟ فبنقول لهم المتغيرات. اول معلومه، في اتصال هاتفي مع مسؤول كبير في النادي الاهلي بعد المغرب النهارده، اكد لي ان في سريه تامه وعبر الهاتف اتفق جميع الاطراف على عدم الاعلان على اسم المدير الفني الجديد في الاهلي بشكل رسمي حتى ماتش سموحه. فحصل ترحيل عشان الناس هي ما تجيش تقول يا عبد الناصر انت قلت بعد بيراميدز، وبيراميدز كان امبارح والنهارده الاثنين، فمعنى كده ان الاعلان كان النهارده، لا يبقى بكره. لا، رسميا اعلان الاهلي الرسمي عن مديره الفني بعد مباراة سموحة، وده كان بناء على مقترح من الكابتن سيد عبد الحفيظ. بعد طيب مباراة أكمل حاجة، ماتش سموحة صعب، والكابتن سيد عبد الحفيظ نقل للإدارة إن كان في حالة من ال بص، ده اللي بقوله، انا بشر، اللاعب بشر، مهما حاولت تعزله، هو مراته هتكلمه تقول له معلومه، اخوه، صديقه المقرب، واخد بالك انت؟ فالكابتن سيد قال لك يعني كان مستاء من الحدوته بتاعت الحد قبل ماتش بيراميدز، الناس كلها سابت الماتش واهميته، وكله اشتغل على التقارير اللي جايه منين؟ من البرتغال. فحتى لا يتكرر ذلك قرروا ان اعلان الاسم رسميا، انا بتكلم على النادي الاهلي رسميا بعد مباراة سموحة. دردشت كده دردشة سريعة، دي المعلومة الاولى. المعلومة التانية، دردشت دردكة سريعة، قلت له طب يا كابتن عايز اقول لك على حاجة. قال لي، قلت له انتوا بعد فيتوريا واتقال ان فيتوريا مدير فني، والناس طلعت قالت ان فيتوريا مدير فني، على الرغم ان الحمد لله انا كنت قايل ان فيتوريا مستحيل. فقعد يضحك، قلت له فهي جت معايا كده يعني، وجت الناس قالت لا، تا ياسين منصور على المقابل ورجعوا تاني لفيتوريا، ورحت انا برضه الوحيد في مصر اللي قلت ياسين منصور لا هيدفع جنيه وانا مسؤول عن هذا الكلام، ولا نص مرتب مدرب ولا ربع مرتب مدرب. ياسين منصور ممكن يجيب لك عوائد ل2 مليار جنيه بالفكر، لكن الاهلي لا بيشحت ولا بيلم فلوس من حد، واللي بيدفع في الاهلي من محبينه في العالم كله في اساليب معينه في الاهلي، ومحدش بيعرف سر حاجه. تمام؟ قال لي تمام. قلت له طيب بعد موضوع فيتوريا على طول المركز الاعلامي راح مطلع الاهلي ينفي التعاقد مع فيتوريا، وانا راجل بحب افكر، الراجل قاعدين احنا نهبد، مش نهبد يعني كدب، لا قاعدين نتكلم صح من امبارح، بس من امبارح بنتكلم نقلا عن البرتغال، فيش حد خد معلومه من الاهلي، كلنا شغالين من امبارح التقارير البرتغالية، الصحافة البرتغالية، التلفزيون البرتغالي، نادي مش عارف ايه البرتغالي، المدير الفني للنادي البرتغالي. قال لي ده كلام صح، كله شغال من البرتغال، احنا ما قلناش اي حاجة نهائيا، والناس بتنقل من البرتغال، وناس صحفيين لهم الحق ان يجتهدوا، هذا شيء يهمهم. قلت له بس انتوا لا نفيتوا ولا اكدتوا، ده اللي مخليني بدور على السر، في سر شويبس هنا بتاع حسن عابدين، وانا ما بحبش افوت التفاصيل الصغيره دي، وطلعت منه بصيد سمين من خلال الحوار، هو ما قاليش معلومه بس انا طلعت بصيد سمين. ايه هو الصيد السمين يا مصطفى؟ قول لي ايه هو؟ ايه هو ريس؟ ان عدم اعلان الاهلي نفيا او تاكيدا فيما يخص المدير الفني البرتغالي عمك الحاج ريكاردو ده، واخد بالك انت، يعود الى الاتي.
يعني الأهلي لا نفى ولا أكد، يعود إلى الآتي، وهو سبب واحد ملوش تاني، إن الراجل مرتبط بعقد مع النادي البرتغالي، الله ينور عليك يا ريس. وضمن الاتفاق خلص نفسك علشان خاطر نقدر نتكلم. يعني على رأي الراجل الكابتن بيكلمني بيقول لي نفترض ما خلصش نفسه، طلعت التقارير البرتغال على كله ده في شنك، هنضطر ندور على مدرب جديد. شوف دقة الأهلي، شوف بس أنا عايزك عشان تقرب، بس أنا إعجابي بإدارة الأهلي في إيه؟ يا عم 99% ريكاردو، ال1% حصل إنه ما خلصش نفسه من النادي البرتغالي. الأهلي شكله إيه؟ لكن التقارير تقول اللي هي عايزاه. قلت له طب عشان كده، قال لي لا، موضوع سموحة حاجة عشان استقرار الفرقة واللي اتنقل لنا من سيد عبد الحفيظ، وموضوع ان يخلص نفسه ده حاجة تانية، دي في الاتفاقات والمفاوضات. قلت له المعلومة اللي عندي يا كابتن ان هو الراجل التلات بعد ساعات عنده قعدة مع إدارة النادي البرتغالي، وهو أعلن الكلام ده عن طريق وكيله أو المتحدث باسمه، وإن النادي نفسه البرتغالي أعلن إن هو بلغهم بالرحيل، لأنهم هم في فترة الإعداد دلوقتي والموسم لسه ما بدأش الجديد، في فترة الإعداد، وإن في قعدة التلات لإنهاء كل ما يخص المدير الفني من متعلقات مع النادي بشكل ودي. قال لي لما يخلص الكلام ده ويعلنوا يبقى لكل حدث حديث، إحنا ما بنتعاملش مع أخبار، إحنا بنتعامل مع واقع. يبقى دول المعلومتين الجداد، مدير فني هيتعلم بعد سموحة، الحاجة التانية ليه الأهلي لم ينفي أو يؤكد موضوع ريكاردو وترك لنا المساحة ننقل من الصحافة البرتغالية حتى أصبح الكل النهاردة تأكد إن ريكاردو مدير فني للأهلي، لأن الأهلي ينتظر أن ينهي ريكاردو كل ما يخصه من أمور مالية مع نادي البرتغالي، لأن الأهلي بعظمته ما ينفعك يعلن عن اسم مدرب وهو على ذمة نادي، لازم الأول يخلص مع النادي ويبقى حر في الحالة دي. نسأل الأهلي يقول لك هو ولا مش هو، لكن هو في نظر الأهلي حتى اللحظة اللي بكلمك فيها دي ريكاردو مدير فني للنادي البرتغالي. اتفضل يا مصطفى قول اللي انت عايزه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما حضرتك قلت الكلام ده كله اللي هو بنسبة 100% كلام مظبوط، احنا بس بنقول ان الموضوع بتاع التعاقد مع يعني المدير الفني البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز جاء بعد بعض الاتجاهات اللي هي زي ما انت كنت اكدت ان ياسين بمنصور لم يتدخل في الامر من قريب او بعيد، هو ماليا 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 لم يتدخل ماليا، يعني كان الاتجاه ان هو يتعاقد مع حد معين، ولما لقى السقف بعيد قوي عن الرقم اللي معروض من النادي الاهلي فاتقفلت السكه تماما وراحوا لاتجاه معين ان هو يعرضوا يعني على مانويل جوزيه. مانويل جوزيه رشح لهم الراجل، شافوا الطريقه بتاعه اللعب بتتناسب مع النادي الاهلي، شافوا شخصيته، شافوا تعامله مع اللاعبين، شافوا طريقه التكتيك بتاعه، شافوا طريقه الحماس بتاعه، لدرجه ان هم راقبوا مؤتمراته الصحفيه وراقبوا الحديث بتاعه مع الصحافه والاعلام، وبالتالي كان في موافقه على الامر ده. لما تواصلوا مع الراجل، الراجل عنده شرط جزائي 250 الف يورو ينتهي العقد بتاعه مع الفريق البرتغالي الموسم القادم وليس الموسم الحالي، عشان الناس برضه متخيله ان هو في 1/7 يبقى فري، لا هو 1/7 القادم مش 1/7 اللي هو كمان 3 ايام، لا 1/7/2023، وبالتالي في شرط جزائي 250 الف يورو قيمه 3 شهور، عشان يبقى الناس في الصوره الراجل ده كان بيتقاضى ما يقرب من حوالي من 50 ل 55 الف يورو في الشهر في البرتغال. الاهلي هيجيبه برقم من كده بكتير. الرقم المعلومه اللي عندي ان الراجل ده هيجي ب 3 مليون دولار في الموسمين، يعني الموسم ب 150 ب 150 ب 1.5 مليون دولار.
1.5 مليون دولار، يعني فيما يعادل برضه الرينج بتاع ال 150 140 الف هو والجهاز الفني الموجود معاه. كلام حضرتك في الجزئيه بتاعت الحضور وعدم الحضور، هو كان النادي الاهلي عنده حته ذكاء غير طبيعيه، يعني بذكاء غير طبيعي. بعد ما السوشيال ميديا والاعلام والصحافه اتكلموا في سقف معين بتاع مديرين فنيين، وطبعا دماغها راحت اتجاه اسماء كبيره، فعشان خاطر انك انت تطرح بقى الاسم مباشره كده هتسبب صدمه للجمهور بتاعك. وبالتالي المدير الفني لما قال للنادي بتاعه، النادي بتاعه عرف ان هو في مفاوضات مع الاهلي، الكلام اتسرب عن طريق الصحافه البرتغاليه، فالنادي الاهلي استغل اليومين ثلاثه اربعه اللي هو منهم عدى يومين ولسه كمان يومين جايين، استغل الامر عشان يمتص الجماهير وكل واحد يطلع اللي عنده، واللي يقنع الجمهور بالراجل، واللي عايز يقول كلمه يقولها عشان يبقى الراجل جاي من البلد كده على نظافه، يبقى كل واحد طلع كل اللي جواه. لان انت عندك في يعني شك في الاعلام بينتقد حضور الراجل، وفي ناس اللي لعبت كوره قبل كده، الاعلاميين اللي لعبوا كوره قبل كده بيقولوا ان الراجل ده عنده فكر وعنده شغل، وده لو النادي الاهلي ساعده هو هينجح والكلام ده كله. فبالتالي النادي الاهلي دلوقتي مرتاح تماما تماما، اولا كل الناس طلعت كل اللي جواها، الجمهور كله طلع كل اللي جواه، بالاضافه للنقطه الثانيه، النادي الاهلي احتراما لمبادئ التعاقد المعتاد عليها داخل النادي الاهلي لا يجوز ان يعلن عن تعاقده مع مدير فني وما زال المدير الفني على ذمه فريق اخر. المدير الفني المفترض ان هو كان في جلسه النهارده وفي كمان جلسه بكره، وبالتالي خلاص الموضوع محسوم، يعني هم الفريق البرتغالي عارف هو كده كده ماشي، ما فيش مشكله تماما. فالموضوع هو بلغهم رسميا ان النادي البرتغالي اعلن انه بلغهم رسميا انه عنده عرض وهيمشي، عشان كده هيقعدوا الثلاث لانهاء كل الملفات وهينهوا كل الملفات، هيدفع الشرط الكفائي، هيحضر يوم مباراه سموحه هيكون هو موجود صباحا في مصر، هيوقع كل حاجه، هيبدا النادي الاهلي يعلن رسميا، الراجل هيحضر المباراه، مش هيدير مباراة سموحة، مش هيدير مباراة بتروجيت في كاس مصر، ربما يمتد الامر ان هو ما يديرش مباراة الجونة، لكن خلينا موضوع مباراة الجونة ده 50-50، حتى لو ادارها وهو على الدكة هيبقى المسؤول الاول والاخير الكابتن سامي قمصان، وزي ما انت الوحيد اللي كنت بتطلع دايما تقول ان الكابتن خطيب متمسك باستمرار سامي قمصان في الجهاز، ده كان كلام مظبوط جدا، ويمكن ده الجزئيه الوحيده اللي لازم الناس تعرفها، ده كلام مظبوط جدا جدا جدا، الكابتن محمود الخطيب صمم على استمرار سامي قمصان، مش حبا في سامي قمصان ولا زي الناس في السوشيال ميديا ما بيقول لك الاهلي ضحى بمدربين كتير عشان يخلي سامي قمصان، لا، هي الاصول ان لما يجي حد يسلم حد المهمه لازم يكون حد موجود في الجهاز، ما ينفعش مدير فني يجي بالباراشوت ينزل مش عارف اي حاجه من اي تو زد داخل النادي الاهلي ولا داخل فريق النادي الاهلي، وبالتالي بسيب له الامور كده، لا، لازم يكون في حد كان موجود في الجهاز السابق، لازم يكون في حد كان عارف اللعيبه، لازم حد ينقل له الرؤيه بشكل جيد، والراجل البرتغالي متفهم جدا الكلام ده ووافق جدا على الكلام ده، لدرجه ان هم بيحاولوا خلال الساعات القادمه ان هم يتكلموا معاه في حته ان هو يستغنى عن مدرب الحراس معاه عشان ميشيل يانكون يكمل في الجهاز الاهلي، واتكلموا قالوا طور من الاداء وطور من اللعب والحاجات دي كلها. بالتالي خلاص هو احنا الموضوع منتهي تماما، القصه لسه في حوالي عدد قليل من الجماهير بتوع النادي الاهلي يقول لك البلام الاهلي ما اعلنش، يبقى الموضوع ممكن يكون خطا او ممكن الاهلي يتراجع، احنا طبعا كلنا عارفين ان ممكن كل حاجه تتغير. خلي بالك الاهلي مش مستعجل، النهارده احنا 27 الشهر ده 30 بالظبط، قاعد 3 ايام وعندك يوم واحد يبقى 4 ايام، النهارده عندك الثلاث الاربع الخميس الجمعه، ادي الاربع ايام اهو على يوم التعاقد المحدد انه يمضي 1/7 او بعد 1/7. الاهلي هيلاعب سموحه امتى؟ الاهلي هيلاعب سموحه يوم 29 اللي هو امتى؟ الخميس. الله ينور عليك، يبقى سموحه الاهلي الجمعه ده هيوافق ايه؟ 1/7. يا يعني وعنده بتروجيت يوم 2/7. لا لا لا، انا سالت مباشره، طب يا كابتن ممكن بعد سموحه نقول بعد بتروجيت؟ قال لك لا، بالنسبه لنا فنيا بتروجيت اقل فنيا ما يقلقناش على الورق،
لكن سموها احنا الدوري معانا ماتشات كؤوس، النقطة تفرق. هتقالي كده، خصوصا ان الزمالك لو فاز النهارده التلات على سيراميكا بيحطنا تحت طبق. انا كنت في دردشة ودية يعني. بالظبط يا فندم، هو الكلام اللي حضرتك قلته مظبوط.